نقطة تانية مهمة جدا، نقطتين. جرثومة المعدة، اعمل تحليل جرثومة المعدة عشان تبدأ تطمن، وده بتبقى تحليل عن طريق البراز، فبنلاقي جرثومة المعدة. ايه جرثومة المعدة دي؟ بتيجي من ايه؟ جرثومة المعدة دي بتيجي من سوء التغذية، مية مش تمام، عدم غسيل الخضار، اكل مش صحي على مدار مدة طويلة. فبتيجي جرثومة المعدة دي، العلاج بتاعها بيبقى بسيط جدا. انت بتاخد مضادات للمضادات حيوية، بتاخد مطهرات، بتاخد حاجات، كورس علاجي كده. اول ما بتخف انت خلاص بتبقى الدنيا تمام وبتبقى كويسه. نقطه تانيه مهمه جدا، بس انا سالته نقطه مهمه، ان هو بياخد علاج لحاجه تانيه. لان في بعض الادويه المضادات الحيويه القويه جدا الشرسه اللي بتعالج مثلا الجهاز الهضمي، او بتعالج الرئه، او بتعالج اي مشكله تانيه صحيه. حلو. فللاسف المضادات الحيويه دي بتقتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء. الله. والبكتيريا النافعه دي موجوده للتوازن ما بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، عشان ما يحصلش مشكله. تمام. لو البكتيريا الضاره، يعني نقدر نقول في مضادات حيويه ضاره. طبعا ضرر حيوية طبعا ضرر، بس هي طبعا بيبقى ايه، يعني هي بتبقى بتعالج مشكله صحيه للاسف احنا ما نقدرش نتعامل معاها بصوره طبيعيه. حل. فبتبقى محتاجه تدخل دوائي. حل. اهتم بالتحليل بتاع جرثومه المعده، اهتم بانك تاكل زبادي بالليل قبل ما تنام، ده هيساعدك. ضيف عليه الشوفان زي ما هو موجود على الزبادي بالليل، ده هتبدا الدنيا تبدا تتظبط. اهتم بشرب الميه، اهتم بالتفاح، بكل محتويات. افضل حاجه ممكن يهتم بيها نظافه الخضار وغسيل الايادي قبل الاكل. ده خلاص، ده بقى اساسي. بس هو التفاح فدايما في الناس اللي عندها اسهال بصوره مزمنه. التفاح بكل مشتقاته، سواء كان تفاح عصير تفاح، موجود تفاح في السلطه، موجود تفاح في الصوره الطبيعيه بتاعته، من الحاجات اللي بتبقى لطيفه جدا للناس اللي بتعاني من الاسهال المزمن، وحدته بتبدا تقل. طيب، وكمان نشوف تاريخ الصلاحيه بتاع الالبان اللي بياخدها، اذا كان زبادي، لبن رايب، الحاجات دي. هو في الغالب بنسبه كبيره قوي هي مشكله عضويه، يعني هي مش مرتبطه بالاكل، هي مشكله عضويه. وفي الغالب هيطلع الخلل يا جرثومه معده، يا هيطلع ان البكتيريا النافعه اصلا مش موجوده، والبكتيريا الضاره زياده عن اللزوم، فمديه عامله خلل. يعني هتلاقي، ممكن تلاقي انتفاخات بصوره منتظمه. هتلاقي اسهال على طول، عمال على سمعنا حسين.